بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. حياكم الله أحبابي طلاب الصف السادس في درسنا لهذا اليوم في حفظ سورة النبأ. تابع معي يا عزيزي الطالب، انظر وركز جيدا في الصورة اليمنى وفي الصورة اليسرى. في أي مكان منهما تحب أن تعيش؟ نعم، أحسنت، بالتأكيد ستكون إجابتك في البيت النظيف المرتب الذي يحوي أشياء جميلة، وبالتأكيد لن تكون إجابتك أنك ستريد أن تعيش في هذا البيت الذي على اليسار الخرب المهدوم والمهجور. انظر عزيزي الطالب ماذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. يعني يا أحباب الطلاب، الذي لا يحفظ شيئا من القرآن الكريم قلبه يكون مثل البيت المهجور الذي ليس فيه أنس وموحش، ورأيناه في الصورة قبل قليل. سورة النبأ أحبابي الطلاب هي سورة مكية، أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، وعدد آياتها 40 آية، وهي في الجزء الأخير من القرآن في الجزء 30. سأقوم إن شاء الله بقراءة الآيات، وأريد منكم أن ترددوا خلفي، وسأترك مجالا إن شاء الله لكم حتى ترددوا خلفي وتستطيعوا حفظ الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هيا ردد خلفي. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا نهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا نهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا نهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. نأتي إن شاء الله إلى المعاني والمفردات. سراجا وهاجا أي الشمس، المعصرات هي السحاب والغيوم التي تنزل المطر، فجاجا أي غزيرا يعني مطرا غزيرا، سرابا أي غير حقيقي، مآبا أي مرجعا لكم، أحقابا وهي الدهور أو السنين بلا نهاية أو الخلود، وغساقة صديدة، دهاقة ملائي متتابعة على شاربه. وبهذا نكون أحبابي الطلاب قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم في حفظ 10 آيات من سورة النبأ. نراكم إن شاء الله في المرات القادمة على خير، في أمان الله.